السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بداية بالدكاترة الأفاضل، أهلا وسهلا بكم جميعا. يسرني أن أرحب بكم في الجلسة 12 للمؤتمر الدولي الافتراضي واقع اللغة العربية في القارة الإفريقية، الذي تنظمه جامعة سليمان الدولية. وبهذا الصدد أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الأطراف المنظمة لهذا المؤتمر، على رأسهم الدكتور مصعب الجمل. بدون إطالة، فقط أود التأكد من حضور كل المشاركين معنا. معنا على القائمة هنا من دولة السودان دكتور سعيد محمود موسى عبد الحميد والدكتور عثمان جعفر محمد. أعتقد أنهما موجودين معنا. دكتور سعيد محمود موسى عبد الحميد والدكتور عثمان جعفر محمد. بالمداخلة الموسومة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مشكلات وحلول. دكتور سعيد محمود موسى، هل تسمعنا؟ لا بأس، المشاركة الثانية من دولة نيجيريا الدكتور أحمد تيجاني رمضان. الدكتور أحمد تيجاني رمضان، أعتقد أنه لم يلتحق بعد. دكتورة أهلا أنا وسهلا العفو، أول دكتور. اسمي أول مشاركة. السلام على رسول الله، أسعد كثيرا بأن أكون بينكم وفي معية زملاء فاضل وتحت رئاسة السيدة الدكتورة الفضلة رئيسة هذه الجلسة، ومعكم شكرا. الدكتور سعيد محمود أستاذ اللغة العربية المساعد بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بجمهورية السودان، ويشاركني في هذه الدراسة وهذه الورقة الدكتور عثمان جعفر محمد يوسف، وهو أستاذ اللغة العربية المساعد بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم بجمهورية السودان. أنا الآن مقيم بالمملكة العربية السعودية وأعمل بوحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الملك خالد. هذه الدراسة أيها المؤتمرون، ويعني لها مشكلة، ومشكلة هذه الدراسة تتلخص في أن متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها يعانون كثيرا من الحواجز النفسية والاجتماعية مما يحول بينهم وبين تعلم العربية، وهذا عائد وبعضها يعود إلى الخلفية اللغوية والثقافية والاجتماعية، غير أن هذه المشكلة قد تختلف من متعلم إلى آخر، وذلك تبعا لاختلاف شخصياتهم واختلاف بيئاتهم الاجتماعية. فالغرض الذي تسعى إليه هذه الدراسة هو بيان أبرز المشكلات الاجتماعية والنفسية والمهارية التي قد تعترض دارسي اللغة العربية واقتراح الحلول لها. أهداف هذا البحث متعددة، منها بيان المشكلات الاجتماعية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وإبراز العقبات النفسية التي تواجه الناطقين بغير العربية عند تعلم العربية، ومعرفة المشكلات المهارية التي تعترض الناطقين بغير العربية عند تعلم العربية وما يعينهم على تجاوزها. منهج هذا
البحث هو المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتناسب مع موضوع البحث من حيث طرح القضية من خلال الاستقراء وصولا للغاية المنشودة وهي النتائج. هيكل هذه الدراسة، فهذه الدراسة تقع في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. المقدمة عبارة عن مشكلة البحث والأهمية والأهداف والمنهج والحدود والدراسات السابقة، والمبحث الأول تناول مشكلات الجانب الاجتماعي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمبحث الثاني يتحدث عن العقوبات النفسية بل العقبات النفسية التي تواجه الناطقين بغير العربية في تعلم العربية، والمبحث الثالث المشكلات المهارية التي تعترض الناطقين بغير العربية عند تعلم العربية وسبل المواجهة. بعد جولة باحثة وعميقة في محاور هذا البحث ومباحثه المتعددة، خلص الباحثان إلى نتائج متعددة سأذكر أبرزها. فمن الخطأ في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عدم الربط بينها وسياقاتها الاجتماعية، فلا بد من مراعاة القواعد الاجتماعية المصاحبة للاستخدام اللغوي. نتيجة ثانية، لا غنى لمدرس اللغة العربية من الإلمام بآراء ونظريات علم النفس لما لها من أثر مفيد في المجال التطبيقي. كذلك من النتائج، لقد أصبح هدف مدرس اللغة العربية للناطقين بغيرها الوصول بالدارسين إلى مرحلة الإبداع والطلاقة وليس مجرد الصحة اللغوية. من النتائج، هناك ضعف في مهارة الكلام لدى الناطقين بغير العربية، وعلاجه تشجيعهم على الخلق والابتكار والمبادرة ووضعهم في مواقف يضطرون فيها للبحث عن الكلمات التي تعبر عن أفكارهم. ومن أبرز النتائج كذلك أن التعبير الكتابي باللغة الأجنبية من أصعب المهارات وأكثرها تعقيداً، لذا ينبغي أن يبذل جهد مكثف لتدريب الطالب عليه. هناك توصيات متعددة أشير إلى بعضها. فأول توصية، أن يكون من أهداف منهج اللغة العربية للناطقين بغيرها تنمية العادات الاجتماعية التي تساعد المتعلم. تناسب الخلفيات دكتور سعيد لو سمحت انقطع الصوت. تعيده على مع المحيط الاجتماعي لأهل اللغة الجديدة. آخر توصية، هذه الدراسة تناولت ثلاثة جوانب فقط من مشكلات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وهي المشكلات الاجتماعية والنفسية والمهارية، وهناك جوانب أخرى متعددة تمثل عقبات ومشكلات، منها مشكلات الثنائية اللغوية والتراكيب اللغوية وغيرها، يوصي الباحثان بدراستها. في ختام هذه الفرصة أرجو أن أتقدم بالشكر الجزيل للسيدة الفضلة رئيسة هذه الجلسة، والشكر كذلك للإخوة القائمين على أمر هذا المؤتمر جامعة سليمان الدولية والشركاء. شكر الله لكم. طبعا يا دكتورة، ما ذكرته هو من باب اختصار المختصر وإيجاز الموجز وتلخيص الملخص، فالكلمة لك وجزيتي خيرا. لك جزيل الشكر دكتور سعيد محمود موسى على هذه المداخلة القيمة. فعلا هي مداخلة مختصرة ولكن كفيت ووفيت دكتور. يعني أستطيع القول أنك ركزت في هذه المداخلة على ثلاث جوانب مهمة
في تعلم اللغة العربية الجانب الثقافي الاجتماعي الذي يخص اللغة نفسها، والجانب النفسي، وكذلك جانب المهارة. يعني على حد ما استوعبت من مداخلتك، هذه هي النقاط المهمة التي ركزت عليها مداخلتكم دكتور سعيد محمود موسى. نعم دكتورة، الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك دكتور، وشرف كبير تواجدك معنا دكتور، وتحياتنا لدولة السودان. مرحبا مرحبا، حياك الله دكتور. تسلم دكتور. دون إطالة، لا أعلم من هم المتواجدون معنا من المتداخلين. المفروض على القائمة هنا المداخلة الثانية هي من دولة نيجيريا للدكتور أحمد تيجاني رمضان. هل الدكتور أحمد تيجاني رمضان متواجد معنا؟ لا أعتقد ذلك. لا بأس، سننتظر انتمامه إلينا. إلى حين ذلك ننتقل إلى المداخلة التي بعدها، أعتقد أنها من دولة نيجيريا كذلك، للدكتور عبد الرحمن أبو المجد صالح علي. الدكتور عبد الرحمن أبو المجد صالح علي غير موجود كذلك، لا بأس. من دولة الجزائر الدكتور عبد القادر عزام عوادي. دكتور عبد القادر عزام عوادي. بعدها من دولة فلسطين الحبيبة الدكتورة أسماء عبد القادر أبو العشين. دكتورة أسماء كانت متواجدة منذ قليل، أعتقد أن المشكلة في الأنترنت، في شبكة الأنترنت. وآخر مداخلة للدكتور خالد آدم موسى من دولة تشاد الشقيقة. دكتور خالد آدم موسى كان متواجدا كذلك. دكتور خالد آدم موسى هل تسمعنا؟ دكتور خالد آدم من فضلك شغل الميكروفون عندك. دكتور خالد الميكروفون عندك لا يعمل، هل بإمكانك تشغيله كي نستطيع سماعك؟ دكتور خالد لو سمحت، أنت متواجد لكن أعتقد أن المشكلة في الميكروفون، هل يمكنك تشغيل الميكروفون دكتور خالد؟ دكتور خالد، ما شاء الله، ان شاء الله سادخل نظرا للتاخير سادخل في الورقه مباشره. تفضل. جزاكم الله خير الدكتوره. طبعا انا طبعا مشارك بهذه الورقه التي تحدث عن لغه الطفل او مبادئ لغه الطفل بين المنزل والمشكلات بين المنزل والبيت والمدرسه، يعني اقصد يعني عفوا. طبعا اولا اود ان اعرج عن ان اللغه في التشاد، يعني من حيث العراقه من حيث كذا، اود ان اشير يعني اعرج طبعا بالاختصار شديد. أن طبعا اود ان الفت انتباهكم بان اللغه العربيه في التشاد يعني ممتده الجذور والمنبع الاصيل لهذا الشعب الذي يقطن هذا الوطن الافريقي الابي، فهي وعاء لهويتنا التشاديه، وهي الموحده لامتنا التشاديه رغم تعددنا الاثني. فاللغه في الجامعه في او في عفوا في الجامعه هي الجامعه لشتاتنا والمحافظه لتراثنا
التشادي، وهي قبل كل شيء لغة دستور الأمة الإسلامية وهو القرآن الكريم، فالمحافظة عليها واجب من واجبات هذا الشعب، فهي سند لشخصيتنا وقوميتنا، فقوتها قوتنا وضعفها ضعف لهويتنا وتراثنا. لأننا ندرك عبر التاريخ الإسلامي أنه عندما كانت اللغة العربية قوية في العصور الأولى كانت الأمة العربية قوية بقوتها، وعندما وهنت معها الأمة العربية إذن على كل حال فهي تراثنا الحقيقي، وفيه تراثنا الحقيقي الأصيل الذي يقتضي منا أن نحافظ عليه ونحاول تطويره بكل ما نملك. فهذا البلد طبعا الشارع يتحدث كله اللغة العربية، الآن نتحدث من منظور عام للغة العربية عند الطفل بين البيت والمدرسة. فأعرض باختصار كده أو مهم عرض البحث. المبحث الأول طبعا لغة الطفل في المنزل بصورة مختصرة، فاللغة هي الأداة الطيعة التي تجعل الأطفال قادرين على التكيف مع محيطهم والتواصل وتبادل الخبرات أو أولا، والقدرة يعني الفترة التي تسبق المدرسة هي أهم الفترات لنمو الطفل لغويا، ويحصل المحصول اللغوي للطفل في نهاية هذه المرحلة، وهي كما ذكر العلماء وهي سن الخامسة، إلى ما يقارب 2500 كلمة، والتعبير اللغوي للطفل يميل نحو الوضوح في هذه الفترة، أقصد يعني في السن الخامسة، ودقة المعنى والفهم، ويعبر الطفل عن نفسه يعني بجمل مفيدة، أقصد في هذه الفترة في السن الخامسة، ويتصل الطفل في هذه المرحلة بالخصوبة المفرطة والخيال والقدرة على الربط بين الأسباب ونتائجها، بالإضافة إلى أن النمو العقلي في هذه المرحلة يكون في منتهى السرعة، حيث أكد بعض العلماء على أن 50% من النمو العقلي للطفل يتم فيما بين الميلاد والعام الرابع من عمره، وأن 30% سنة نسبة يتم فيما بين العام الرابع والثامن من حياة الطفل. من حياة الطفل في هذه المرحلة الطفل لغة الأطفال ومهاراتهم المتواصلة تنمو على شكل سريع، يعني بشكل سريع في هذه المرحلة، حيث يمر بأقصى سرعة له خلال هذه السنوات التي تسبق المدرسة. وهذا هو أول ارتباط مهم للغة مع شخصية الطفل، فاللغة من ضرورات الحياة والاتصال، ومن أساسات، هل تسمعين الدكتورة؟ ومن أساسات التفكير، ومن ضرور استغلال هذه الفرصة. نعم دكتور نسمعك. تسمعني جيد، هذا ممتاز. فالطفل في هذه الفترة يعني يكتسب ما يقارب من 50 مفهوما جديدا من كل شهر. فالأطفال الذين لديهم اللغة، يعني أنا طبعا يعني أقفز بعض الفقرات التي غير يعني مهمة، أطلق نظرا لضيق الوقت النظرة طبعا. فالأطفال الذين لديهم اللغة المطلوبة لتحديد وفهم الاستجابة لانفعالاتهم وانفعالات الآخرين يتحملون الإحباط والانفعالات الشديدة الأخرى بسهولة أكثر، ويكون علاقات إيجابية أفضل مع الآخرين. هذا ما ذكره علماء علم الاجتماع، وهذا يقتضي معرفة المفردات التي تعبر عن المشاعر والانفعالات والقدرة على تسمية نوع الشعور، مثل كلمة غضب، حزن، محبط، مرتبك، يبكي، يضحك، تجعل من الممكن للأطفال أن يفهموا ويديروا انفعالاتهم ويعبروا عنها للآخرين. أما في التفاعلات الاجتماعية فإن للغة دورا بارزا في هذه المرحلة العمرية، فعندما يتمكن الأطفال من التعبير عن مشاعرهم ورغباتهم وأفكارهم ويستجيبوا لها والأفكار أو لأفكار الآخرين بطريقة صحيحة، فإن نموهم الاجتماعي يسير بالاتجاه الصحيح. فالأطفال الذين لديهم كفاءة اجتماعية عادة يستمعون بشكل جيد لما يقوله الآخرون، ويستطيعون من خلال استجاباتهم أن يربطوا سلوكهم وكلامهم
لما يقوله الآخرين من حولهم. والسنوات التي يقضيها الأطفال في المرحلة قبل المدرسة في الفترة من الميلاد إلى السنة الخامسة من العمر هي الفترات المهمة التي تحدث تعبيرا سريعا عن طرائق تفكرهم بأنفسهم وبأنماط المحيط حولهم. يعني أقفز، يعني طبعا هذا الكلام كثير، البحث يحتوي على أشياء كثيرة، فهي مرحلة ذات أهمية بالغة على التحصيل اللغوي في المراحل الأولى. فإذا هناك بعض العلماء المتخصصين ذكر بعض الركائز التي يمكن للأهل أو الأسرة للاستفادة منها، يعني حول تطوير يعني التخاطب مع اللغة. أولا، هي هذه الركائز التي يجب يعني أو ينبغي على الأسرة أن تهتم بها. بقول يعني يقولون كن وجها لوجه مع الطفل، يعني لا تختفي عنه، شارك الطفل في الأشياء التي يراها أو يركز نظره عليها. ثالثا، كرر الأفعال التي يحبها الأطفال. رابعا، نظم أنشطة جديدة قادرة على جذب اهتمام الطفل، أقل أو أقبل يعني كل محاولات من الطفل ولو كانت بسيطة للتواصل، واستجيب لها فورا. يعني أنت كوالد لابد تستجيب لرغبات الطفل. خامسا أو سادسا، يعني قم بتسمية الأشخاص والأشياء التي يهتم بها الأطفال، طبعا في ألعابهم والأسماء الراسخة عندهم. طبعا تحدث معه بجمل بسيطة وقصيرة حتى يفهمها. طبعا لا تسرع في الكلام عن الحديث معه، طبعا هذه أنا من سمتي، ولكن مع الطفل لا تسرع الحديث، تكلم معه بصوت يعني أو بأسلوب يعني بطيء نوعا ما. يعني شير إلى الأشياء التي تتحدث عنها أو تتحدث عنها الأطفال. ركز على الكلمات القصيرة والسهلة التي يستطيع الطفل تقليدها. أضف عبارات أطول قليلا مما يستطيع فهمها بقطع النظر عن نطقها في هذه المرحلة. اسمح للطفل بأن يقود الحديث، هو نفسه طبعا أن يتولى، هو أن يكون الطفل هو إيجابيا في هذه، بدلا أن تكون أنت إيجابيا، يعني لا تجعل نفسه هو سلبيا. استمر بالمحادثة مع الطفل بتوفير جمل حول الموضوع الذي بدأه. هذه هي بعض الأسس التي وضعها بعض العلماء الخبراء في هذا الجانب، وهي جديرة بأن تأخذ بيد النشء أو الطفل إلى النطق أو للتطبيق لهذه المسل للمهارات اللغوية. طبعا المهارات اللغوية معروفة، مهارات الاستماع، مهارات الكلام، مهارات المهارات كثيرة يعني يعرفها كل الناس الذين لديهمها في هذا المجال، التي من محيطه للمنزل الذي يعيش فيه في هذه المرحلة. فالمرحلة التي تسبق المدرسة والتي تحدثت عنها سابقا هي الأساس الذي ينبغي استثماره استثمارا صحيحا. يعني هذه بعض الإشارات إلى التي يعني تطرقت إليها في المدرسة وما يقوم به الوالدين، كلام كثير في هذا الجانب. يعني أقفز نظرا لدوري هنا، أقفز للجانب الثاني أو المبحث الثاني الذي يتحدث في المدرسة، دور الطفل، يعني دور المدرسة للطفل. وإذا أردنا أن نتحدث مفهوم المدرسة، أولا هناك بعض طبعا علماء الاجتماع لابد من تعريف المدرسة، ومنهم من يعني اعترض لهذا الشيء. فإنها بعض العلماء قال فإنها مجتمع، أمة، تنظيم اجتماعي، إنها منظمة، مجال ربط بين البيت العائلي والوسط المدرسي. وهناك من العلماء من رأى أنه لا داعي لهذا التعريف، وقال يعني بعض العلماء الاجتماعيين لم نكلف أنفسنا تحديد معنى المدرسة وبالتالي معرفة الوظيفة التي تؤديها. طبعا هذا العالم هو يعترض للعالم الأول، لا داعي للتعريف المعروف، إنما الأهم شيء ما تقوم به المدرسة، الوظيفة التي تؤديها هو الأهم والأكمل، أن نعرف هذا. طبعا في المدرسة ينقل الطفل من المحيط الأول إلى المحيط الثاني وما يسمى بالمدرسة، حيث يعيش واقعا جديدا يستطيع التأقلم معه في برهة قليلة من الزمن، لأن الطفل هو أداة ضيعة تقبل كل مستجد. وقد علمنا أن اللغة هي الوسيلة والغاية والأداة والمضمون، والتعليم الناجح هو الذي يدرك العلاقة بين اللغة كوسيلة واللغة كغاية. وبما أنها
هي أداة للتواصل والتعبير ووسيلة للتعليم والتفكير، ينبغي أن نوليها اهتماما بالغا في المدرسة، لأن المدرسة هي المورد الآخر الذي ينمي المخزون اللغوي الذي قدم به الطفل من محيطه الأول، فيمتزج عنده ذاك وهذا، فيتكون عنده حصيلة لغوية راقية. ولأنه ما من شك في أن المعلمين الذين يتولون تربية أطفال السنوات الأول من التعليم الأساسي يدركون جيدا الأهمية التي يكتسبها تعليم اللغة العربية في هذا المستوى. إذن عليها يتوقف نجاح التلاميذ وتكيفهم. يعتبر دخول الطفل المدرسة مرحلة انتقال جذري وسط لغوي إلى آخر، كما ينظر إلى لغة المدرسة على أنها لغة ثانية، خاصة بالنسبة للأطفال الذين هم لم يسبق لديهم الالتحاق بالروضة أو المسجد. عندنا طبعا إنها مرحلة بالغة الخطورة تستدعي عناية فائقة. على كل، هناك ملخص أو نتائج توصل إليها البحث، ممكن أن نتطرق إليها نظرا لضيق الزمن. يعني هذا، يعني أنا طبعا أخبركم، يعني أنا أتخطى بعض الفقرات التي قد تطيل بنا في القراءة. دكتور خالد، لو سمحت، يعني إذا ممكن الاختصار في ما تبقى من توصيات نظرا لضيق الوقت. نعم، أنت لو سمحت. الأهم أن أنت تسمعين جيدا، يعني تسمعين جيدا. نسمعك جيدا دكتور، نسمعك جيدا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. طبعا باختصار الخلاصة البحث، أن للعامل، طبعا العامل الوراثي ما تطرقت إليه خلال البحث، أن للعامل الوراثي أو الذكاء دور أساسي في سرعة الاكتساب اللغوي لدى الطفل، لأن اللغة مظهر من مظاهر القدرة العقلية، وهناك علاقة بين المحصول اللفظي عند الطفل ونسبة ذكائه. فالطفل الذكي يتكلم مبكرا عن الطفل الغبي، ويرتبط التأخر اللغوي الشديد بالتأخر العقلي. هذا طبعا ما أشار إليه العلماء الاجتماع بهذا الكلام. إن الموروثات اللغوية التي يتعرض لها الطفل في حياته كثيرة، ابتداء من الأسرة إلى المدرسة كما أشرت في طيات البحث، مرورا بالروضة والشارع، فالمحيط اللغوي إذن ينطلق من المكونات الآتية: البيت، لأن البيت بحكمه المكان الدائم للطفل، فيه يسمع ألفاظ والديه ومناقشات إخوته باختصار، يعني يسمع ما يدور حوله. الشارع طبعا دي الوسيلة الثانية، الشارع، خروج الطفل إلى الشارع يجعله يستمع إلى ألفاظ الناس وأحاديثهم، ويقرأ الإشارات واللافتات، هذا يكتسبه مصطلحات جديدة. ثالثا، المؤسسات التربوية، في هذه المؤسسات يتعلم الطفل القراءة والكتاب، ويسمع اللغة، ويتعلم تكوين، يتعلم تكوين يعني الجمل الصحيحة، قادرا على التعبير. رابعا، يعني جماعة الرفاق، إن المناقشة والاحتكاك تنمي ثروة الطفل أو الثروة اللغوية الطفل، ويكتسبه مهارات جديدة. خامسا، وسائل الإعلام، إنما يسمعه الطفل وما يقرأه ينمي ثروته طبعا من القنوات الإعلامية. المدرسة، يعني المفروض أن المدرسة تنمي وتكمل ما اكتسبه الطفل من رصيد لغوي خلال هذه الدراسة. المسجد، عندنا طبعا المسجد، يعني بعض المجتمعات طبعا عندهم الكنيسة وغير ذلك، لأن عندنا المسجد هو الأولوية له. المسجد، ما يتعلمه الطفل من آيات قرآنية وما يسمعه من رواة المسجد، يعني وعاظ المسجد، ينمي رصيده اللغوي. فعلى كل حال، أن اللغة التي يكتسبها الطفل الأولى يعني لغة الأم، واللغة الثانية لغة المدرسة، فإن مواردها قد تشعبت كما سماها العلماء، لا سيما في هذا العصر الذي يعرف بعصر الانفجار المعرفي. فهي لا تكتسب في البيت أو في الشارع أو في المدرسة وفي وسائل الإعلام فحسب، بل هي في جميع هذه الأماكن التي يرتادها الطفل، وهي الوسط اللغوي الذي يعيش فيه الطفل، يعني مجموعة البيئات اللغوية التي تحتضن الطفل باستعمالاتها اللغوية المتشكلة، يكتسبها بدون تكلف، بالتالي أصبح لديه طبيعة. فقد ذكر بعض العلماء، ومن هنا يكون البيت والشارع والمدرسة والمجتمع ذلك الأثر الحقيقي
والحاسم في تنشأة الطفل مع عدم إغفال أو مع عدم إغفال العامل الوراثي على الإطلاق، بل بعد تأكيد وجوده وتأكيد أهميته في الحياة البشرية، وذلك على الصورة المبنية وهيئات، يعني هناك العامل الوراثي أصيل في النفس مطلوب، فالمحيط بعوامله ومؤثراته المختلفة هي التي تكون الإنسان، وبالتالي فإن تهيئة المناخ المناسب من شأنه أن يساعد على تكوين فرد سوى الشخصية حسن السلوك وسليم اللسان، يعني طبعاً قويم اللسان أن يكون قويم اللسان، ولكننا نعتقد تماماً أن هذه العوامل هي تتآزر وتتعاضد مع العامل الوراثي في تنشئته الأطفال، خاصة من الناحية اللغوية، رغم أن بعض من كتب هذا المنح أو هذا المنحة ذهب إلى القول بأن الواقع والحقيقة الموضوعية التي أثبتتها يعني اللسانيات الحديثة أن الطفل يتعلم لغة المجتمع الذي ينشأ فيه، هذا هو ما يعرف بالمحيط، فإن استغللناه استغلالا طيبا، استعملناه ووضعناه طفل فيه وفق سبل مدرسية دراسية علمية حقيقية منهجية، نكون قد وفرنا للطفل مساحة، وذلك حين ندرك للطفل العنان أو نترك له العنان، ما يسمى العنان يعني نترك له الحرية طبعا، ونفسح أمامه. دكتور المجال. خالد جزاك الله خير، يعني تأخرت شديدا كثيرا نوعا ما، إذا ممكن يعني لو سمحت نكتفي بهذا القدر من خلاص جزاكم الله خير، إن شاء الله تكون قد سمعتني جيدا، هذا هو المطلوب. لا الصوت كان واضحا جدا. لا جزاكم الله خير الدكتورة على إتاحتك لهذه الفرصة الجيدة الثمينة. نحن من نشكرك دكتور معكم. نحن من نشكرك يعني. فعلا جزيل الشكر على هذه المداخلة الثرية فعلا التي ألمت بجوانب عديدة من فعلا ألمت بجوانب عديدة من حياة الطفل في ما يخص تعلم اللغة العربية، فقد تطرقت مداخلتكم إلى مكتسبات الطفل للغة العربية قبل السن الخامسة وأهميتها، مدى أهمية هذه المرحلة في حياة الطفل في اكتساب اللغة، وكذلك دور الكفاءة الاجتماعية في تحسين لغة الطفل، وتوصياتك كانت فعلا ثرية فيما يخص هذه النقطة للتعامل الصحيح مع الطفل لإثراء لغته العربية. وفي الأخير تطرقت دكتور إلى دور المدرسة الذي لا غنى عنه في تكوين وتصحيح مكتسبات اللغة عند الطفل. شكرا جزيلا لك دكتور، فعلا أقل ما يقال عنها أنها ثرية. جزاكم الله خير، إن شاء الله إلى لقاء آخر إن شاء الله. بارك إن شاء الله فيك. إن شاء الله دكتور، شكرا لك. دون إطالة، لا أعلم من الموجود معنا من الدكاترة. دكتور أحمد تيجاني رمضان، هل هو موجود؟ لا أعتقد ذلك. من فلسطين الحبيبة دكتورة، أسأل على المقاطعة، ممكن تعريف بسيط لحضرتك وبعدها يمكن التطرق للمداخلة مباشرة. اسمي أحمد تيجاني رمضان، من دولة نيجيريا، من ولاية كانو، محاضر بقرية اللغة العربية إنغالا في ولاية برنو. نتشرف بحضورك معنا دكتور، تفضل. أنا أتشرف. مداخلتي إن شاء الله ستكون في دور منظمات المجتمع المدني في نشر الثقافة العربية في نيجيريا. كما هو معروف أن دولة نيجيريا هي دولة معروفة بكثافة سكانها في إفريقيا عامة، فهي أكبر دولة في إفريقيا من جانب الكثافة السكانية، والإسلام هو الدين الأغلبية، لكن لغتها الرسمية هي لغة الإنجليزية، مع أن هناك مجتمع، هناك شعب يتحدث باللغة العربية، هي لغتها الأم في ولاية برنو، معروفة بشوارع. فالأغلبية الساحقة في المجتمع النيجيري مسلمون، والمسلم أينما حل لابد له من معرفة اللغة العربية قل أو كثر، فاللغة العربية ملتصقة بدينه، لكن اللغة الرسمية في الدولة هي الإنجليزية، لذا فإن الدولة تركز على اللغة الإنجليزية أكثر من غيرها، فأصبحت اللغة العربية لغة الهدف. فهنا قامت بعض المنظمات المدنية، سعت
لتلبية طلبات الأفراد والجماعات، فركزت هممها على تعليم الناس معالم الدين وشعائره، كما أن البعض يسعى بمفرده والآخر يتآلف مع الآخرين فيكونون جمعيات ومنظمات أو مؤسسة ليكونوا يداً واحداً لنشر لغة الضاد. وهذه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات كثيرة في شمال نيجيريا خاصة وغربها، تقوم ببرنامج دينية وثقافية مما يشجع الناس في معرفة الثقافة العربية أو التحدث باللغة العربية، كما أنهم ينشئون مدارس لتعليم الناس شرائع الدين، ويؤلفون بعض الكتب الدينية والقصص القصيرة القصص الصغيرة والقصيرة، كل ذلك لتثقيف الناس ونشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع. فلهذا الباث أهمية قصوى في معرفة الفروق بين المؤسسات الحكومية وغيرها، ودور المؤسسات في التعليم ونشر الوعي الثقافي الديني، وخاصة لدى المسلمين، لدى المسؤولين وطلاب العلم. وهناك أهداف البحث تكلمت عنه، والأسئلة التي يجيب عنها البحث هو: ما هي دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في نشر الثقافة العربية في نيجيريا؟ هل لقيت المنظمات غير الحكومية في نيجيريا دعم شعبي في خدمة للغة الضاد؟ نعم. واتبعت في هذا البحث المنهج القائم على الوصف والتحليل والإحصاء بجانب المنهج التاريخي. أما أدوات البحث فهي المقابلة والملاحظة والكتب وشبكة الإنترنت. قسمت هذا البحث إلى 3 مباحث. المبحث الأول هي المنظمات غير الحكومية ونشر اللغة العربية، والمبحث الثاني هو المؤسسات الدينية ونشر اللغة العربية، المبحث الثالث الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في نشر الثقافة العربية. أولا إن شاء الله أقوم بالتعريف بسيط عن المؤسسة والجمعية والمنظمة. إن الجمعية هي هيئة مكونة من أفراد تجمعهم علاقة غير علاقة القرابة والجوار، تربط بينهم غاية مشتركة في الدين والفكرة والسياسة أو الصناعة. فمعظم الجمعيات في نيجيريا قوامها الصداقة والديانة ثم السياسة والتجارة. والجمعية أيضا هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو أكثر لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم من أجل المصلحة العامة أو لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم. أما المؤسسة فهي كلمة تطلق على كل نظام سياسي اجتماعي اقتصادي قائم في مكان ما بإيجابياته وسلبياته. المؤسسة هي كلمة معقدة تدل على جهة عمل، ومن جهة أخرى على نتيجة هذا العمل، بحيث يصبح معطى اجتماعي متميز، وتستعمل الكلمة عادة للدلالة على الشيء المؤسس. فيقال مؤسسات سياسية وإدارية ودينية وغيرها. أما المنظمة فهي مجموعة من الأفراد لهم هدف معين يستخدمون طريقا أو أكثر للوصول إليه. فهناك منظمات إنسانية، منظمات بيئية، منظمات عمالية وغير ذلك. المبحث الأول في هذا البحث هو المنظمات غير الحكومية ونشر اللغة العربية. أبدأ بمعهد الشيخ إبراهيم الطيب في تدريب معلمي اللغة العربية أثناء الخدمة. هذه المنظمة هي أنشئت في 80s من القرن الماضي، عندما أجريت دراسة ميدانية للنظر إلى مستوى طلاب اللغة العربية في مدارس ومعلمي اللغة، وذلك نظرا لحاجة الناس إلى تعلم اللغة العربية وتعليمها. فأسفرت الدراسة إلى أنه أولا يفتقر معلم اللغة العربية إلى التأهيل التربوي، هذا في نيجيريا. ثانيا يحتاج معلم اللغة العربية إلى تحسين مستواه التحصيلي. ثالثا لا يوجد مقرر للغة العربية في المدارس. ثانيا رابعا تدني مستوى اللغة العربية لدى التلاميذ،
فهنا قامت معهد الخرطوم الدولي للغة العربية بتولي المسؤوليات الأكاديمية من مناهج ومقررات وتدريب وتوجيه، والشيخ إبراهيم الطيب يتولى التمويل المالي، ووزارة التربية والتعليم في ولاية كانو يمثلها مجمع الكليات التطبيقية، كلية الشريعة والقانون تتولى إيجاد المقر وتجهيز الشهادات وإصدارها. فهذه هي معهد إبراهيم، معهد الشيخ إبراهيم الطيب في تدريب معلمي اللغة العربية أثناء الخدمة. وتخرج من هذا المعهد جمع كثير لا يستهان بهم، نشروا اللغة العربية وعلموا الناس في المدارس والمساجد والمعاهد اللغة العربية. من أهم أهداف هذا المعهد هو النهوض بتعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية وتأهيل المعلمين الذين يتولون تدريس مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية لغويا وتربويا. ثانيا، رفع مستوى المعلمين في المهارات اللغوية، الفهم والحديث والقراءة والكتابة، كل المهارات. ثالثا، تطوير طرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية وإنتاج الوسائل التعليمية. رابعا، إجراء البحوث والدراسات اللغوية والتربوية اللازمة لتدريب المعلمين وتطوير تعليم اللغة العربية. خامسا، التدريب على كتابة اللغات غير العربية بالحرف العربي. ومنها من خلال هذا الهدف قاموا بترجمة بعض الكتب الدينية كثيرة، وأنا شخصيا قمت بترجمة بعض الكتب التي ترجمتها بالتنسيق مع إيسيسكو. ترجمنا بعض الكتب، كتاب مثلا كتاب الأخضري للفقه المذهب الإمام المالكي، وكتاب مناسك الحج، وتفسير جزء عما، كلها ترجمناها إلى لغة الهوسة وكتبناها بالحرف العربي العجمي. توالت تطورات المعهد إلى أن أصبحت جامعة. من المعهد تطورت إلى الجامعة مستقلة تعني بتأهيل الطلاب لبرنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد تخرج منها 4 دفعات منذ 2016. ثانياً، منظمة الدعوة الإسلامية. هذه المنظمة تؤسست في عام 1980 في مدينة الرباط بالمغرب، ومقرها الآن في الخرطوم جمهورية السودان، ووصلت إلى نيجيريا في عام 1989 ومقرها الرئيسي في ولاية كانو، وهي تمارس نشاطاتها في مجال الدعوي والتربوي والتعليمي والاجتماعي، ولها دور كبير في نشر الثقافة العربية في نيجيريا. منها إنها همزة الوصل بين طلاب نيجيريا الذين يرغبون الدراسة في جامعة إفريقية العالمية بالسودان عن طريق المنح الدراسية أو عن طريق النفقة الخاصة. ثانيا، نشر اللغة العربية عن طريق التعليم. ثالثا، تساهم في نشر اللغة العربية عن طريق توزيع بعض الكتب العربية والإسلامية. رابعا، القيام بورش العمل والدورات التدريبية في كانو وأبوجا وإيلورين في ولاية كوارا بالتعاون مع إيسيسكو. خامسا، توزيع بعض المطبوعات لبعض المؤسسات والخلاوي القرآنية، ولها مؤسسات تعليمية في كل من كانو وأبوجا ولاغوس. ففي كانو منها كلية التربية الإسلامية بكورا التي تؤسست في عام 1997 في محلية كورا، وبرنامجها الأساسي هو تقديم الدبلوم في التربية لمدة 2 سنين، ثم تطورت برنامجها إلى برنامج NCE National Certificate of Education. ومن أهداف تأسيسها إيجاد كوادر مؤهلة ومدربة لتدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية. وفيها 3 أقسام: قسم اللغة العربية، قسم الدراسات الإسلامية، وقسم القرآن الكريم وعلومه. ثم معهد مأدبة الرحمن لدراسات القرآن الكريم شالاوا كانو، وهي من مشروعات جمعية منظمة القرآن، المنظمة الدعوة الإسلامية. هذا المعهد تؤسست في عام 2009
والهدف من تأسيس المعهد هو تأهيل حفظة القرآن الكريم للحصول على الشهادة الثانوية لمواصلة السير في التعليم النظامي. ثالثا، مجمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دكتور أحمد كان. نعم دكتور أحمد، لو سمحت إذا نعم. كان بالإمكان الاختصار فيما تبقى من المداخلة. خير إن شاء الله، خير إن شاء شكرا. الله شكرا شكرا. ومن الجمعية جمعية الدعوة الإسلامية، مؤسسة مجموعة بشير الريح والمؤسسة الإسلامية النيجيرية، التي أسست قامت بتأسيس جامعة القلم في 2005، ثم جمعية جماعة إزالة البدع وإقامة السنة. وفي المبحث الثاني تحدثت عن المؤسسات الدينية ونشر اللغة العربية. من أكبر المؤسسات الدينية التي قامت بنشر ثقافة العربية دار القادرية، التي أسست معهد شروماوا ومعهد التفسير للشيخ ميزوري ومعهد الشيخ إبراهيم نزغني ومعهد الشيخ مالم كبرة ومعهد الشيخ آدم نماجي. هذه المعاهد كلها تحت دار القادرية، وكلها تقوم بنشر الثقافة العربية وتخريج الطلاب الذين يواصلون دراستهم في الجامعات في أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية. و في المبحث الثالث تحدثت عن الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية في نشر الثقافة العربية، منها الجمعية الأدبية النيجيرية التي أنشئت في 1976 من قبل الرابطة النيجيرية لأساتذة اللغة العربية والتربية الإسلامية، وهي من أقوى الجمعيات المنشأة لصالح اللغة العربية في نيجيريا. وكذلك من الجمعيات المركز الثقافي المصري الذي يقع في كانو هنا، ولديه مكتبة ضخمة كبيرة لا تجد فيها أقل من 200,000 كتاب يخدم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وبقية الثقافات. وهذا المركز يقوم بإجراء الامتحان، يقوم بامتحان الطلاب. الفائز من في 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 الامتحان يلتحق بجامعة الأزهر في مصر ومنها مؤسسة الفجر الخيرية التي أسست كلية القراءات واللغة العربية، درس فيها القرآن الكريم والقراءات واللغة العربية. توصل البحث إلى نتائج، أنتقل إن شاء الله إلى النتائج لضيق الوقت. من النتائج التي توصل البحث إليها أن المؤسسات غير الحكومية تقوم بدور فعال في نشر اللغة العربية. ثانيا، أنها تخفف على الحكومة وتساعدها في مجال تعليم المواطنين. ثالثا، أن المجتمع النيجيري قد استفاد من المنظمات والمؤسسات الغير الحكومية في معرفة الدين الإسلامي واللغة العربية. رابعاً، يعتمد المواطن النيجيري على خدمة المؤسسات غير الحكومية في مجال اللغة العربية أكثر من اعتماده على المؤسسات الحكومية. خامساً، أن طلاب العلم وذوي الاحتياجات الخاصة يجدون ضالتهم لدى المؤسسات غير الحكومية. ثم التوصيات، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لك دكتور، فعلاً مداخلة ملمة شاملة على كل المقاييس، حيث أنك تطرقت إلى مجموعة من المنظمات في نيجيريا ودورها في دعم تعلم اللغة العربية، كون أن اللغة الرسمية كما ذكرت هي كانت اللغة الإنجليزية، كما أنك ذكرت شيئا مهما جدا أو في غاية الأهمية، أن مؤسسات الغير حكومية كان لها الدور الفعال في انتشار اللغة العربية في نيجيريا على عكس المؤسسات الحكومية. نعم شكرا لك دكتور، تشرفنا بحضورك معنا، وشكرا مره ثانيه. انا تشرفت بتواجدي معكم الملمه. شكرا دكتور، شكرا لك، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. لضيق الوقت، وعليكم السلام. لضيق الوقت ننتقل مباشره الى المداخله المواليه، هي للدكتور من نيجيريا، كذلك للدكتور عبد الرحمن ابو المجد صالح علي، اذا كان متواجدا معنا طبعا، أو من الجزائر الدكتور عبد القادر عزام عوادي، غير موجود. موجود يا دكتور. نعم
تفضل دكتور، أهلا وسهلا بك. لو أهلا سمحت وسهلا. فقط لضيق الوقت، حاول قدر الإمكان اختصار إذا أمكن، اختصار في 10 دقائق، ويشرفنا أن تقوم بتقديم لمحة صغيرة عنك دكتور، وبعدها يمكنك التطرق إلى مداخلتك. شكرا، شكرا جزيلا دكتورة تفضل منال، دكتور تفضل. سعيد جدا بأن أكون معكم في هذه الجلسة الطيبة، جلسة علمية حول موضوع هام جدا من المواضيع الحساسة التي نعيشها في هذه الأزمنة، هو موضوع اللغة العربية وانتشارها في إفريقيا. وسعيد جدا أيضا أن أكون مع كوكبة ونخبة من الأساتذة من بلدان إفريقية وبلدان عربية، وهذا شرف كبير لنا جميعا. ربما التعريف بنفسي فقط، أنا الأستاذ عبد القادر عزام عوادي من جامعة الواد، جامعة واد سوف من الجزائر، من الجنوب الشرقي الجزائري، أستاذ متخصص في التاريخ المعاصر، مهتم ببحوث الجانب الثقافي والجانب الاجتماعي بشكل خاص في التاريخ المعاصر بطبيعة الحال. يشرفنا تواجدك معنا. شكرا دكتور، الله يخليك إن شاء الله. بالنسبة للمداخلة، هو كما هي موجودة لدى الجميع في البرنامج، عنونتها بدور مؤسسة سبيلي الخيرية في نشر اللغة العربية في شرق أفريقيا بشكل خاص. أولاً وقبل كل شيء، أود التعريف بهذه المؤسسة الخيرية التطوعية الشبانية، وهي مؤسسة حديثة النشأة ولكن أعمالها كبيرة جداً، وقدمت الكثير من الأعمال ونتائج جد مبهرة قدمتها هذه المؤسسة الخيرية في 4 دول إفريقية، خاصة في الشرق إفريقيا. وسوف أوضح بعض النقاط في تأسيس هذه الجمعية. أولا، جمعية مؤسسة سبيلي الخيرية هي تأسست سنة 2013 بالضبط في صائفة سنة 2013، ويعني من الأشياء المبهرة التي يجب أن تذكر في هذه الجمعية أن مؤسسيها هم 3 طلبة جامعيين، طالب طب وطالب في الكيمياء وطالب في الشريعة الإسلامية. وقاموا هؤلاء الطلبة في رحلة إلى بلدان إفريقيا، من بينها تنزانيا وكينيا وبوروندي وهذه الدول الثلاث. وعندما كانت تحتهم لهذه الدول، تعرفوا على بعض المشاكل التي تعاني منها هذه الدول، منها على سبيل المثال في جانب الصحي، في جانب التعليم، في الجانب الدعوي وغيرها. فحملوا على أنفسهم مهمة نشر بعض الأعمال، من بينها الدعوة كما سوف أتحدث بعد قليل، ومن بين أهم الأشياء التي كانت في برنامجهم المسطر، وهو نشر اللغة العربية عن طريق مجموعة من الوسائل، من بينها المدارس، من بينها تحفيظ القرآن، من بينها الدعوة الإسلامية وغيرها من المشاريع التي حملوا على عاتقهم من أجل نشر اللغة العربية في هذه البلدان. كما ذكرت، هؤلاء الثلاثة جمعتهم الفكرة والغاية والحافز بعد تجارب تعليمية وأنشطة اجتماعية محلية شاركوها في إطار طلابي. وكان الملهم والمحفز لهؤلاء الثلاثة الطلاب هو بطبيعة الحال المعروف في إفريقيا وصاحب تجربة رائدة ومسيرة حافلة بالإنجاز، خلدت اسم صاحبها كأحد رموز العطاء والهمة في هذا القرن، هو الدكتور المجاهد الطبيب الداعية عبد الرحمن سميط، صاحب جمعية العون المباشر. كان هو الشخصية الملهمة لهؤلاء الشباب الثلاثة الذين حملوا على عاتقهم تأسيس هذه الجمعية. الانطلاقة كما ذكرت قبل قليل هي كانت عبارة عن سياحة تطوعية تمزج بين السياحة الهادفة والتطوع والعطاء. المكان هو تنزانيا وكينيا في شرق إفريقيا في البداية، يعني والمحميات والبحيرات الكبرى. الفكرة المبدئية لهذه الجمعية هي نقل تجارب اجتماعية وتشاركها، تقديم خدمات تطوعية من نتاج تخصصات الأعضاء ومن حصاد مسيرتهم الاجتماعية، بحكم أنهم ناشطين في المجال الجمعوي وأيضا التنشيط الطلابي، وتلبية دعوات أصدقاء سواء كانوا زملاء دراسة من أهل المنطقة، واستكشاف واقعهم وحال بلدانهم ووضع المسلمين خصوصا في أوطانهم.
ودراسته في مجالات التربية والتعليم والإغاثة والصحة والدعوة، وهذه هي المجالات الأربعة التي ترتكز عليها مؤسسة سبيلي الخيرية، ومشاركتهم جهودهم بتغيير ذلك الحال إلى حال خير منه. شعارهم كما ذكرت وكما هو عنوان هذه المؤسسة هو قل هذه سبيلي، وهي جزء من الآية الكريمة، هو الشعار والرسالة والمبدأ مجتمعين. كانت هذه على كل حال هي الشرارة للبداية وبوادر الانطلاق ومعطياتها على بساطتها وعفويتها، ولكن النية كانت مبيتة بألا تكون خطوة أولى وأخيرة، بل مسيرة ألف ميل بدأت خطوتها الأولى كما ذكرت في صائفة 2013، ثم بعد ذلك بدأت النشاطات والرحلات تتوالى، ثم بدأت المشاريع تنجز داخل هذه الدول الأربعة التي ذكرناها. وفي مجالات النشاط الجمعية، أولا لديهم أربعة محاور أو أربعة مجالات أساسية يقومون بالتركيز عليها في جانب نشاطهم في هذه البلدان، وهي مجال التعليم والتعليم والتربية، ثم مجال الصحة، ومجال الإغاثة، والمجال الأخير وهو مجال الدعوة الإسلامية. ولكن سوف أخصص في قضية مجال التعليم لأن هذا هو مربط الفرس من حيث جانب نشر اللغة العربية. فقامت هذه المؤسسة من خلال العديد المشاريع التي قامت بها داخل هذه البلدان الأربعة، تنزانيا، بوروندي، كينيا وأوغندا، بإنشاء مجموعة من المشاريع. من بين هذه المشاريع هي فتح المدارس، أيضا فتح المساجد وإنشاء المساجد، وأيضا الدعوة الإسلامية والدعوة إلى الدين الإسلامي داخل هذه البلدان. والوسائل التي استخدمتها هذه المؤسسة في نشر اللغة العربية من خلال فتح المدارس، نجد أنهم قاموا بتدريب المعلمين، وذلك من خلال أن لديهم طاقم تعليمي تربوي يشرف على تكوين وتدريب المعلمين الذين سوف يسهرون وسوف يكونون التلاميذ الذين سوف يدرسون في هذه المدارس. وللعلم أن هذه المدارس التي تم إنشاؤها هي مدارس مبنية من مال هذه المؤسسة، وهي مبنية من طرف عملية التطوع أيضا التي يقوم بها شباب هذه المؤسسة. وحجر أساس هذه المدارس كان من الصفر إلى غاية إكمالها من جميع عتادها الداخلي، ومن الطاولات والكراسة، وحتى من الكتب اللي خاصة بالجانب المنهجي والتعليمي، إلى غاية كما ذكرت إلى غاية تكوين عملية تكوين وتدريب هؤلاء المعلمين وهؤلاء المشرفين على عملية تدريس اللغة العربية. أيضا من بين الوسائل التي استخدمتها هذه المؤسسة في نشر اللغة العربية هو توزيع الكتب. هذه الكتب سواء كانت هي كتب منهجية بيداغوجية للطلاب وللتلاميذ في عملية التدريس، وأيضا توزيع كتب منها قصص ومنها يعني كتب تربوية، كتب هادفة، كتب تثقيفية، كتب توعوية متعددة ومتنوعة من أجل نشر اللغة العربية، ومن أجل نشر الثقافة، ومن أجل نشر التوعية من خلال هذه اللغة وهي اللغة العربية، خاصة عند الناشئة وعند الأطفال بشكل خاص. أيضا من بين الأشياء الأخرى هو فتح المساجد. هذه المساجد أيضا مثلها مثل المدارس كانت من الانطلاقة ومن الأساس ومن الصفر عمليات البناء وعمليات التشييد وعمليات تعمير هذه المساجد بالأثاث وبمستلزمات المساجد كانت عن طريق المؤسسة وعن طريق التعاون وعن طريق أيضا جمع التبرعات وجمع المساهمات من أجل بناء هذه المساجد وهذه المدارس. وكما ذكرت هي مؤسسة خيرية جزائرية يشرف عليها مجموعة من الشباب، ولكنهم يقومون بعمليات كبيرة جدا في عمليات جمع التبرعات من داخل الجزائر لتأسيس هذه المدارس وهذه المساجد داخل هذه البلدان الإفريقية الأربعة. فعمليات فتح المساجد ليس فقط للصلاة، وإنما فتح المساجد كان لتحفيظ القرآن الكريم، لأن تحفيظ القرآن الكريم هو الغذاء الأساسي وهو مربط الفرس في تعليم اللغة العربية خاصة لغير الناطقين بها.
وتعليم اللغة العربية عن طريق القرآن الكريم يفتح أبواب كبيرة وأبواب متعددة ومتنوعة من أجل يعني تغذية اللسان الغير الفصيح واللسان الغير العربي بالمصطلحات العربية الأصيلة والرزينة والفصيحة. لذلك كان من بين أهم أعمالهم في خلال المسجد ومن خلال دور المسجد هو أنهم قاموا بحلقات تحفيظ القرآن وبحلقات أيضا تعليم اللغة العربية في المساجد. من خلال كما ذكرت من خلال أيضا المسجد كانت هناك عملية تعليم الصلاة من خلال دورات تكوينية وتعليمية للكبار وللصغار في إطار مؤسسة المسجد أو المؤسسة المسجدية من خلال تكوين هؤلاء الذين يؤمون المسجد يكونونهم في الجانب الديني عن طريق اللغة العربية، وهي أيضا يعني أمور خاصة بتحفيز هؤلاء في قضية تعليم اللغة العربية. أيضا من بين الأشياء الأخرى التي يقوم بها فريق مؤسسة سبيلي في هذه الدول هو الجانب التحفيزي للأطفال من خلال نشر توزيع الهدايا، من خلال أيضا الذهاب إلى هناك وتوزيع الحلويات على الأطفال الذين يقومون بالتعلم داخل هذه المدارس وهذه المساجد، أيضا الرعاية الصحية داخل المدارس التي تشرف عليها هذه المؤسسة مؤسسة سبيلي. وكما ذكرت أن من بين المؤسسين لهذه المؤسسة هم مجموعة من طلبة الطب ومتخرجي الطب والأطباء، لذلك يقومون بالسهر على العناية الصحية داخل هذه المدارس من أجل بث روح الوعي داخل المدارس وداخل المساجد أيضا، وهذا كله يدخل ضمن عمليات التوعية كما تسمى يعني بالقوة الناعمة، يعني هذه الأمور الناعمة التي تحفز الأطفال على الذهاب إلى المدارس، على الذهاب إلى المساجد، على حفظ القرآن الكريم، على مزاولة التعليم وتعليم التعليم التي تقوم بها هذه المؤسسات. كل هذه المشاريع التي تشرف عليها هذه المؤسسة مؤسسة سبيلي الخيرية لديها العديد من الجوانب والعديد من المشاريع في داخل هذه الدول الأربعة التي ذكرناها. أيضا من بين النقاط التي تذكر في مشروع الجانب التوعوي دكتور عبد القادر لو سمحت، دكتور بعد إذنك يعني إذا كان من الممكن الاختصار فيما تبقى من المداخلة. نقطة أخيرة تفضل دكتور. شكرا. النقطة الأخيرة التي أيضا تركز عليها هذه المؤسسة هي جانب الدعوي أو الدعوة إلى الدين الإسلامي. أيضا هذا الجانب لقوا فيه نجاحا متعددا، نجاحا باهرا أيضا، وكانت هناك لديهم الكثير جدا من القصص ومن الروايات في الدخول الكثير للدين الإسلامي. وربما من بين الأشياء التي تذكر أن العديد دخل للدين الإسلامي عن طريق السماع للقرآن الكريم، وهذا الأمر أيضا يجب أن يكون هو محفز، وأيضا يجب أن يكون وسيلة من الوسائل لنشر اللغة العربية في إفريقيا من خلال نشر القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم، التنبيه لتدارس القرآن الكريم لدى هذه لدى الدول الإفريقية بشكل خاص من أجل تشجيع تحفيظ القرآن، وأيضا كما ذكرت قبل قليل لأن القرآن الكريم يساعد كثيرا على حفظ على تعلم اللغة العربية وإجادتها إجادة فصيحة تامة. هذه مجموعة من النقاط التي يعني المركزة والمختصرة حول بعض المجالات التي تنشط فيها مؤسسة سبيلي الخيرية، وهي مؤسسة ما زالت حديثة النشأة ولكنها لحد اليوم ولحد الساعة تقوم بأعمال كبيرة ومبادرات هامة جدا يجب أن تذكر فتشكر على
نشاطاتهم وعلى مشاريعهم في خدمة الدين الإسلامي وفي خدمة اللغة العربية وفي خدمة الإغاثة والإنسانية بشكل عام. شكرا جزيلا لكم على حسن الاستماع، وشكرا جزيلا لك دكتورة على هذا الوقت الإضافي، بارك الله فيكم وشكرا للجميع. وفيك بارك الله دكتور، فعلا مداخلة قيمة. شخصيا أود أن أشكرك على تعريفنا بهكذا مؤسسة ناشئة التي كان لها دور فعال في مجال اللغة العربية بشكل خاص. فيما يخص مداخلتك شخصيا، النقاط التي تمكنت من التركيز عليها هي أنك قدمت أو تطرقت في بداية بحثك إلى التعريف بمؤسسة سبيلي الخيرية ودورها الفعال في نشر اللغة العربية بداية في تنزانيا وكينيا، كما أنك ذكرت بعض النشاطات، أو أنا سأذكر بعض النشاطات التي قمت أنت بتطرق إليها التي قامت بها هذه المؤسسة، منها فتح المدارس، توزيع الكتب، وفتح حتى المساجد التي كان لها دور المدرسة في حفظ أو تحفيظ القرآن الكريم الذي من شأنه بدرجة أولى المساعدة في تعلم اللغة العربية كونه باللغة العربية. وآخر نشاط كان توزيع الهدايا كمحفز للأطفال المتمدرسين. شكرا جزيلا لك دكتور، تشرفنا بحضورك معنا وبالتطرق لمداخلة كهذه. دون إطالة نمر إلى المداخلة الموالية. المتبقي معنا مداخلتين، مداخلة من نيجيريا، من دولة نيجيريا، الدكتور عبد الرحمن أبو المجد صالح علي، ومن فلسطين الحبيبة الدكتورة أسماء عبد القادر أبو لاشين. أظن أن الدكتورة أسماء متواجدة معنا. أهلا وسهلا دكتورة. نعم، أهلا بك. أهلا بك، تفضلي دكتورة. أهلا وسهلا بك. أوكي. في البداية بحب أشكر، أتقدم بالشكر للدكتور مصعب الجمل رئيس المؤتمر ورئيس جامعة سليمان الدولية، كما أتقدم بالشكر للمنظمين على هذا المؤتمر وإلى السيدة رئيسة الجلسة الدكتورة منال. أهلا. الإعلام في عصرنا الحديث قد اتخذ صورا وأشكالا عديدة. أسمحكي دكتورة، نتشرف لو قدمتي لنا لمحة بسيطة عنك، يعني تعريفية عنك، نتشرف بهذا دكتورة. تفضل. أنا الدكتورة أسماء، دكتورة أسماء أبو لاشين، حاصل على دكتوراه من جامعة القاهرة في علم الاجتماع الإعلامي. اشتغلت مناصب عدة، منها مدير عام البرامج في تلفزيون فلسطين، ثم تدرجت في المناصب إلى رئيس مساعدة رئيس القناة فلسطين الفضائية، ثم رئيس التلفزيون ينابيع الخاصة بالأطفال، ثم رئيس التحرير مجلة ينابيع، ثم رئيس هيئة المستشارين في الاتحاد العربي للقبائل، وحالياً رئيس التلفزيون ينابيع. ما شاء الله دكتورة، يشرفنا تواجدك معنا فعلاً. هذه نبذة بسيطة الحقيقة. تفضلي دكتورة، لا بأس، تفضلي، يمكنك البدء في المداخلة. في البداية أتحدث عن الإعلام في عصرنا الحديث قد اتخذ صوراً وأشكالاً عديدة، خاصة مع التطور العلمي والتقني الكبير، وتعددت الوسائل الإعلامية بحيث أصبحت تمثل جانباً أساسياً من حياة الناس، وتعتبر اللغة أحدى الركائز الأساسية للإذاعة والتلفزيون كما للصحافة والسينما والمسرح. وفي ظل الثورة الرقمية المتسارعة التي نشهدها في هذا العصر، وشيوع استخدام منصات التواصل الاجتماعي ووسائل تبادل المحادثات المكتوبة والصوتية والمرئية، يرى البعض أن اللغة العربية تواجه أزمة حقيقية في ظل عزوف كثير من الشباب عن استخدام لغة عربية صحيحة للتواصل مع الآخرين. فما العلاقة بين اللغة العربية والإعلام الذي يتولى نشرها والحفاظ عليها؟ اللغة تعد سمة من سمات الإنسان الاجتماعي، منهج فكر، أسلوب تصور، رؤية متكاملة تحمل في كيانها تجارب أهلها. واللغة العربية
هي من بين اللغات لغة عديدة، لغة حضارة، لغة حية، هي لغة القرآن الكريم ووعاء العقيدة الإسلامية وأداة الفكر العربي العلمي، لغة العلماء في العالم، ولغة الثقافة والفن الإنساني المبدع. وقد تمكنت بفضل خصائصها أن تصبح لغة الإعلام اليوم. وعلى الرغم من هذا الدور الإيجابي، فقد اعترضها عوائق من أهمها وإشكالية من أهمها: وجود الأمية بنسب مرتفعة في البلدان، ومحدودية توزيع الكتب والصحف، ضعف التغطية الإذاعية والإعلامية، وعدم شموليتها ببعض المناطق العربية، بينما لعبت الإذاعة الصوتية دورا إيجابيا في نشر الفصحى بين المستمعين العرب في كل مكان من الأرض العربية. واستطاعت بعض البرامج التلفزيون الموجهة إلى الأطفال وما تقريب الفصحى إلى ألسنتهم، فيسرت عليهم التعامل بها فيما بينهم. اللغة ووسائل الإعلام، لكن بالرغم ذلك تواجه اللغة الفصيحة اليوم إشكاليات وتحديات خطيرة، منها طغيان العاميات إلى كل نشاط من أنشطة حياتنا. وجود وسائل إعلامية عربية كثيرة أصبحت تروج للعاميات بشكل سافر. أصبح معظم ما يقدم من برامج في فضائيات يقدم بالعامية، مثل التمثيليات والمسلسلات والأفلام وبعض البرامج الثقافية والتربوية وأيضا الإخبارية. تضاعفت العامية في وسائل الإعلام، بدأت العاميات المختلفة من مصرية وشامية وعراقية ومغربية وخليجية وجزائرية أيضا وغيرها هي المهيمنة هيمنة واضحة. لماذا؟ من أسباب غياب اللغة الفصيحة في وسائل أو من وسائل الإعلام عدم الإحساس بأهمية اللغة الفصحى، عدم تقدير دورها في الحفاظ على شخصية الأمة وكرامتها وهويتها ووحدتها، عدم ثقة قوم بمقدرة لغتهم على أن تكون لغة علم وفن وثقافة، جهل كثير من الإعلاميين بها، الانبهار بالآخر الغربي وإثارها على العربية، لدى فاقدين الثقة بأمتهم وحضارتهم أن استعمال اللغات الأجنبية دليل الحضارة والرقي، التكاسل في الترجمة والتعريب، غياب القرار السلطوي في أغلب وسائل الإعلام العربية. وبالتالي كيف يمكن لوسائل الإعلام المحافظة على اللغة العربية؟ إن استخدام اللغة العربية الفصحى الموحدة في صحافتنا وإذاعتنا الفضائية وشبكات التواصل الاجتماعي يساعد على توحيد الرؤى والفكر والتطلع، ويمكن سهرها في بطاقة قومية عربية مشتركة. وتتحمل أجهزة الإعلام مسؤولية ضخمة في الحفاظ على اللغة العربية وتقويم اللسان العربي ورعايته وتصحيح الأخطاء التي ترتكب في حق العربية، حماية الجماهير العربية من الانحراف بها، تشكيل آراء الجماهير وإعادة بناء عقولهم وزرع اتجاهات عقلية في أذهانهم، ضرورة زرع المفاهيم اللغوية الصحيحة في عقول الجماهير. وهنا نؤكد لا بد لنا من استخدام وسائل الإعلام المختلفة للحفاظ على اللغة العربية، لما لوسائل الإعلام من دور متعاطف ودور متسع يهيمن على كثير من نشاطات حياتنا. أما عن مسؤوليات الإعلام تجاه اللغة العربية، أولاً الإعلام وتنمية الوعي اللغوي، يجب على وسائل الإعلام عامة دوراً مهماً للغاية في تطوير اللغة العربية، فهي أضافت أجهزة الإعلام بمختلف وسائلها إلى اللغة العربية كلمات وعبارات وتراكيب جديدة مبتكرة ألفها المجتمع على ألسنة الناس سلسة وسهلة،
لغة الإعلام قد أضافت على اللغة العربية عبارات بأن جعلت فيها حيوية تتفق مع روح العصر. عملية الإنماء اللغوي تتطلب العمل المستمر على فرض رقابة تضمن للغة العربية بالاستمرار بما يقيها من التحريف، تجعلها دائما على مستوى الرقي الفكري في كل جيل من الأجيال. ضرورة التضافر وسائل الإعلام المختلفة لتكوين المملكة السليمة في تقديمها للنماذج اللغوية الصحيحة وتعميمها. وقد يكتمل هذا الدور عندما تضاف الجهود، فالكل يعمل في ميدان مقدس ألا وهو لغتنا الجميلة. فتقدم دور النشر القصص التاريخية وكتب التاريخ التي تعيد إلى اللغة العربية رونقها وجمالها، وبهذا تتأصل اللغة العربية عند القارئ نطقاً وكتابة، ويستشعر القارئ روعة اللغة العربية فيحبها ثم يعشقها. وبالتالي يجب على وسائل الإعلام مراعاة الكلمات الصحيحة التي تستطيع الجماهير استيعابها وفهم مقاصدها، الابتعاد عن الألفاظ الوضعية الغربية غير المألوفة، عدم التكلف في صياغة النصوص الإعلامية، الابتعاد عن الألفاظ المبتذلة بهدف الارتقاء بمستوى الجماهير ورفع مستوياتهم الفكرية وملكاتهم اللغوية. ثانياً، الإعلام والارتقاء بالعامية. ينبغي أن تتحلى لغة الإعلام بالبساطة والمرونة، والنظر في الصحف يجد على صفحاتها دعايات إعلامية قد كتبت باللغة العامية المبتذلة. هذه الإعلانات نراها منتشرة في كل مكان من في الصحف والإذاعة والتلفاز وفي اللافتات المنصوبة على جوانب الطرق من قبل مؤسسات الإعلام. وبالتالي هذا الواقع الذي تعيشه وسائل الإعلام يساهم في إيذاء اللغة العربية والترويج للأفكار والألفاظ التي تغير من معانيها. وقد أدى الابتذال إلى تأثر الجماهير بالمصطلحات المبتذلة. ضرورة الأجهزة الإعلامية أن تساهم في الارتقاء بمستوى اللهجات العامية، تعميم استعمال اللغة العربية الفصحى في جميع البرامج، إذ أن هذه اللغة الفصحى هي الأساس للثقافة العربية. ومن خلال الاستشعار بمدى الخطورة، فإنني أضع بعض المقترحات والأفكار لعلها تسهم ولو بجزء لحل هذه المشكلة. ومنها الدكتورة أسماء، استسمحك يعني إذا كان بالإمكان الاختصار فقط فيما تبقى من المداخلة أو دقيقة. تفضل. القيام بالتوعية بأهمية اللغة العربية من خلال الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام وغيرها من المؤسسات الأخرى. ضرورة وجود دوائر مراجعين ومدققين يتابعون نشرات الأخبار والبرامج والأعمال المترجمة من أجل إصلاح ما فيها من أغلاط وأخطاء. الاختيار الواعي للإعلاميين الذين لديهم المقدرة على التحدث باللغة العربية ولديهم إلمام بقواعد اللغة. الاستفادة من الحاسب والتقنيات الأخرى في تدريس اللغة العربية كما هو الشأن في التخصصات الأخرى. اتخاذ التشريعات الرسمية التي تلزم وسائل الإعلام باتخاذ اللغة لغة الحديث وتجريم كل من يخالف هذه التشريعات. وأخيراً التوصيات: وقف المد الإعلامي العامي، الارتقاء عن التداول الإعلامي الاستهلاكي للغة، الحد من ازدواجية اللغة داخل البيئة التعليمية وخارجها، العناية بتعزيز مهارات العاملين في وسائل الإعلام للتحدث بالفصحى الميسرة وتنمية مهاراتهم في هذا الاتجاه، التصدي لطغيان اللهجة العامية في أقطار الوطن العربي، تعديل المناهج فالنصوص المكتوبة في تلك المناهج ربما لا تظهر جمال اللغة العربية، إعداد معلم اللغة بشكل يضمن إتقانه اللغة العربية، التأكيد على أهمية القراءة كوسيلة لإتقان العربية. وختاماً، فهذه جملة من الاقتراحات
التي نرى أنها يمكن أن ننهض بالمستوى. شكراً، شكراً لكم جميعاً. الشكر موصول لك دكتورة. الشكر موصول لك دكتورة أسماء. بداية وقبل كل شيء أود فقط أن أحييك فعلا على صوتك الإعلامي الرائع وعلى طريقتك الجميلة في التقديم، فعلا شيء جميل جدا. بخصوص المداخلة دكتورة، أنت تطرقت إلى العديد من النقاط، لكن أبرز النقاط التي تطرقت لها كانت أسباب اعتماد وارتكاز الإعلام بشكل كبير على اللغة العامية بدل اللغة العربية الفصحى، لأن يعني باعتبار أن حتى اللغة العامية لغة عربية لكن ليست لغة عربية فصحى طبعا، وتختلف من دولة عربية لأخرى. نقطة أخرى ركزت عليها دكتورة هي أن للإعلام دور فعال في الحفاظ على اللغة العربية الفصحى، كون أن لغة الإعلام عادة هي اللغة المتداولة في المجتمع، طبعا دون أن أنسى التوصيات التي كانت ذات أهمية عليا. فقط بخصوص مداخلتك دكتورة، هناك على قائمة الرسائل الدكتور سعيد محمود موسى. دكتور سعيد، هل تسمعنا؟ دكتور سعيد، لأن الدكتور سعيد قام بكتابة. نعم يا دكتورة، أسمعك. بعض التعليقات. أهلا دكتور سعيد. دكتور سعيد قام بكتابة بعض التعليقات حقيقة أعجبتني كثيرا، تعليقات في المستوى بخصوص موضوعك وبخصوص موضوع الإعلام ومسألة اللغة العربية. وبما أن التعليقات طويلة جدا، أفضل أن تكون أنت المتدخل دكتور سعيد لو سمحت. طيب، متدخل لماذا؟ بخصوص فقط تلخيص في دقيقة أو دقيقتين لما كتبته في التعليقات، بما أنه طويل جدا فسيأخذ مني وقت لقراءته على الحضور الكرام، فلو تكرمت فقط طيب بتلخيصه في دقيقة أو دقيقتين إذا كان. طيب، جزيتي خيرا، جزيتي خيرا. أحيي الدكتورة، ويعني هذا البحث الذي قامت بتقديمه هي البحث الجيد، أرجعني إلى بحث كنت قد قمت به مؤخرا بعنوان أزمة اللغة العربية في وسائل الإعلام العربية، وقد خلص بحثي إلى نتائج متعددة، من بينها أن مما يعيق الاستخدام الأمثل للغة العربية في وسائل الإعلام هو عدم التوظيف اللغوي السليم لموقع اللغة الإعلامية واللغة والدلالة والاتصال الإعلامي ومستويات التعبير اللغوي، وأن من التحديات التي تواجه اللغة العربية في وسائل الإعلام حرب اللهجات، وقد أشارت إليه الدكتورة في بحثها، فهناك تنافس بين الفضائيات والوسائل باختلافها في تقديم البرامج بالعاميات. التوصيات كانت متعددة، من بينها ضرورة استغلال الرسالة الإعلامية للفضائيات العربية بما يخدم اللغة العربية ويسهم في الالتقاء بها، إنتاج المصطلحات العربية وترويجها إعلامياً، والمتابعة المستمرة لأنشطة المجامع اللغوية ومراكز التعريب وتوظيف جديدها إعلامياً حتى تجد هذه المفاهيم طريقها للذيوع والانتشار، نقل الوعي باللغة من مستوى النخبة إلى مستوى الجماهير، التأكيد المستمر على أن الإعلام رسالة وليس مهنة أو حرفة، فلا يتصور أن يحب المتلقي اللغة العربية إلا إذا كان العاملون في وسائل الإعلام يحبون ويعشقون اللغة العربية الفصيحة ويتحدثون بها. ألا يشغل وظيفة إعلامي، وأعني به الصحفي والمذيع في الراديو أو الفضائية إلى آخره، إلا من كان جديرا بهذا العمل، وذلك بعد اجتيازه اختبارات جادة تبين عن شخصيته وقدراته وتمكنه من اللغة العربية. والتوصيات متعددة، أكتفي بهذا القدر دكتورة منال. شكرا جزيلا لك دكتور، فعلا تعليقاتك والمداخلة كانت قيمة جدا. النقاط التي ذكرتها لها كبير الأهمية في موضوع كهذا، موضوع اللغة العربية الذي يطول الحديث عليه عنه، يعني أكيد ساعة أو ساعتين لا تكفي حتى لذكر القليل القليل بخصوص هذا الموضوع فيما يخص اللغة العربية
وانتشارها أو واقعها في القارة الإفريقية. أتقدم بالشكر الجزيل لكل المتداخلين، لكل الحضور الكرام، دكاترتنا الأفاضل، شكرا لكم، شكرا على المداخلات القيمة والمثيرة فعلا التي كانت لها قيمة كبيرة بمعلوماتها وبقيمتها. شكرا لكم جزيلا. أتقدم كذلك بالشكر الجزيل لجامعة سليمان الدولية، للدكتور مصعب الجمل، ولسيد سليمان، ولكل القائمين على هذا المحفل العلمي الكبير. دكاترتي الأفاضل، إن كان هناك من يريد التدخل بأي نقطة فليتفضل. طبعا إن لم يكن هناك أي تدخل يذكر فسنختتم الجلسة. نعم، ممكن لو سمحتي لي أعلق بس على كلام الدكتور. تفضلي. طبعا دكتورة تفضلي. فعلا زي ما تحدث الدكتور بتوصياته أنه لابد للأجهزة الإعلامية أن تساهم في الارتقاء بمستوى اللهجات العامية التي تقدم بها البرامج، بحيث يصبح الألفاظ الفصحى وتعبيراتها أكثر تداولاً على الألسنة، تمهيداً لتعميم استعمال اللغة العربية الفصحى في جميع البرامج. إذ أن هذه اللغة الفصحى هي الأساس للثقافة. نحن لا نتعامل بالفصحى في أغلب الدول العربية للأسف، دعنا نتعامل باللغة الثالثة، اللغة الإعلامية بين الفصحى والعامية على الأقل. ففعلا لابد أنه تعميم استعمالها بمكان مخاطب الجمهور أوسع، وبالتالي ممكن الفصحى تلقي نجاحا في من جانب المشاهد العربي، خصوصا في التلفاز وفي الإذاعة، وفي وهي اللغة المشاركة، فالجمهور يشاهد لأنه يبحث عن دائما يبحث عن المشاركة وعن الأحداث وعن المشكلات. طبعا. في صنع الواقع أحيانا وفي صنع الخيال أحيانا أخرى. أصبحت فرص المشاركة الاختيارية اليوم أعظم بكثير بسبب التقدم التكنولوجي في فترتنا هذه. في تصوري أنه اتجاه الأجهزة الإعلامية بمختلف أطيافها وسعيها باللغة العربية، إنما تساعد هذه الأجهزة على الانتشار الواسع، ذلك في ظل الحركة الإعلامية اليوم. شكراً. شكراً، شكراً جزيلاً لك دكتورة، وصدقتي فعلاً دكتورة، يعني لو نظرنا إلى القنوات العربية مختلف البلدان والجزائر كمثال، يعني اللغة العربية في الإعلام تتداول فقط في الفقرات الإخبارية فقط لا غير، أما بخصوص لا. أي برامج أخرى فطبعاً اللغة العامية هي المتداولة، وعلى حد علمي فهو نفس الموضوع ينطبق على باقي البلدان العربية، حيث أن اللغة العربية تستعمل فقط في النشرات الإخبارية. أما بخصوص أي برامج إذاعية أو تلفزيونية أخرى فاللغة المتداولة هي لغة البلد العامية. عموماً نتمنى أن تكون لهذه التوصيات صدى. وعليكم السلام. السلام عليكم. أريد الحديث عن دور الوسائل الإعلام. استعمال الدارجية أو العامية في وسائل الإعلام تنفر متعلم اللغة العربية من متابعة برنامج الإعلام. فهناك صديقي أخبرني بأنه يريد أن يتعلم اللغة العربية لكنه يعجز عندما يتابع الوسائل الإعلام لأنه لا يفهم بالضبط. شيئا. بالضبط دكتور. الطالب الذي زار دول العربية هو يفهمها، لكن الذي لم يزور دول العربية ولم يتعلم عند العرب فهو لا يفهمها. فأرجو صحيح. من القائمين على برنامج الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام كلها النظر في هذه القضية، لأنها يعني تضر اللغة العربية. صحيح.
صحيح، شكرا دكتور، فعلا نقطة مهمة جدا بخصوص تعلم اللغة العربية حتى لغير الناطقين بها. فنتمنى أن تصل أو يكون لهذه التوصيات في هذه الجلسة 12 صدى إن شاء الله، لما لا، فيما يخص الإعلام بصفة عامة، الإعلام العربي في الدول العربية بصفة خاصة. دكتورة منال؟ نعم. لي كلمتان لو تكرمتي. تفضل. نعم. طيب لي كلمتان فقط. وابن مالك يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم. الكلمة الأولى هي رجاء، فرجائي أن يمكن الإخوة القائمون على المؤتمر أن يمكنوا الباحثين من البحوث المقدمة في هذا المؤتمر، لأن ما يقدم في الجلسة هو عبارة عن تلخيص للملخص وإيجاز صحيح. للموجز واختصار للمختصر صحيح. فعلى سبيل المثال البحث الذي قدمت ملخصه يتكون من 25 صفحة، رجعت فيه إلى أكثر من 10 مراجع، فيه يعني خبرات متراكمة في هذا التخصص. فهذه هي الكلمة الأولى وهي رجاء. الكلمة الثانية سلام، فلكم مني سلام من فؤادي، كما المزن يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمد نحوه كل الأيادي، سلام فاح في الآفاق مسكا يطيبكم بأشواق الفؤاد، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. جزيتم خيرا. ما شاء الله دكتور، بارك الله فيك. فعلا يعجز لساني عن التعبير، وفقط أريد الإشارة إلى أمر ما. يمكن أنا لم أقدم نفسي في بداية الجلسة. أنا الدكتورة تريكي منال، محاضرة بجامعة محمد خيدر بسكرة الجزائر، في قسم اللغات الأجنبية، بتحديد اللغة الإنجليزية لسانيات تطبيقية. يعني حتى اللغة العربية فيما يخص الدراسة ليست تخصصي، ولكن هذا لا ينفي انتمائي العريق لهذه اللغة. لذلك قلت دكتور أنه يعجز لساني عن التعبير، بما أنها يعني ليست اللغة التي أتداولها في غالب الأمر، مع أنه المفروض أنه هذا هو الأمر الذي يكون. فغالبا في الجامعة أتداول الإنجليزية، وخارج الجامعة اللغة العامية الجزائرية. مع ذلك أرجو أن تكون لغة العربية مقبولة نوعا ما بين مجموعة من خيرة وأفاضل دكاترة اللغة العربية في إفريقيا والعالم العربي. ما شاء الله دكتورة. تسلم دكتور، شكرا جزيلا لك. هل هناك نعم؟ وقت لدي تعقيب بسيط؟ فقط دقيقة أو دقيقتين لو سمحت، لأنه ستكون هناك جلسة أخرى بعد هذه الجلسة بعد 15 دقيقة، فلذلك علينا أن ننهي الجلسة الآن. نعم دكتورة، بارك الله فيك. يعني بعد هذه الأبيات الجميلة جدا التي يعني قرأها على مسامعنا الدكتور سعيد، حفزنا للحديث ولمواصلة النقاش تحت إدارتك الحكيمة أستاذة، بارك الله فيك على هذه الإدارة المتميزة لهذه الجلسة. وفيك بارك الله. الفكرة التي أو الموضوع الذي كان ما قبل الأستاذ محمود كنا نتحدث عنها، وهي أزمة الخطاب الإعلامي في العالم العربي، هي أزمة مركبة. أعتقد أنها تراكم لمسلسل الانهيار الثقافي والعلمي والفكري والتراجع الاقتصادي والاجتماعي، وصولا إلى الانهيار الأخلاقي في العالم العربي. وبالتالي مسألة الخطاب الإعلامي في الدول العربية ومسألة معقدة جدا، يعني يدخل فيها الجانب السياسي مع الجانب الاقتصادي مع الجانب الاجتماعي مع تأثير وسائل الإعلام، يعني ترغب اليوم على الحصول على أكبر عدد من المشاهدات، وبالتالي أصبحت تخضع للمشاهد بدل أن توجه المجتمع وترشده وتؤثر فيه وتنشر ثقافة راقية، أصبحت تنساق وراء رغبات المشاهد، وبالتالي حتى ما كان يترجم باللغة العربية الفصحى من مسلسلات وأفلام وإنتاج إعلامي أجنبي أو غربي أو مشرقي أو إيراني أو هندي، أصبح اليوم يترجم باللهجات العامية السورية واللبنانية والمغربية وما إلى ذلك. صح صحيح صح فعلا. لا
هذه أزمة يعني مركبة جدا، نحتاج اليوم إلى إرادة سياسية وإرادة اجتماعية وإرادة علمية وفكرية لدى النخب في العالم العربي للتشجيع على إدارة الإعلام العربي باللغة العربية الفصحى والتمكين لها والتأثير بها. نرى مؤسسات إعلامية رائدة يعني مثل الجزيرة ومثيلاتها يعني كان لها تأثير كبير جدا وواضح بسبب استخدامها الدائم والمستمر للغة العربية الفصحى. صحيح. وبالتالي وصلت إلى كل بيت ووصلت إلى كل شارع ووصلت بغض النظر عن خلفياتها وما تبده، ولكن نتحدث عن الجانب اللغوي والتأثير اللغوي، فهي من المؤسسات الرائدة اليوم التي وصل تأثيرها إلى كل بيت في العالم العربي وفي العالم بسبب حرصها الشديد على استخدام اللغة العربية الفصحى. فبالتالي أعتقد أن التمكين للمؤسسات المتحدثة باللغة العربية أصبح اليوم ضرورة ملحة جدا، سواء في مشارق أو مغارب العالم العربي وأفريقيا. أعتذر إذا كنت أطلت وشكرا لكم على هذا الإضافة. فعلا الشكر موصول لك دكتور. أنا أعرف بنفسي، أنا أستاذ عبد الرحمن قدوري من جامعة سعيدة الجزائر، تخصص تاريخ حديث. أهلا وسهلا بك أستاذ، أهلا وسهلا، تشرفنا بحضورك معنا أستاذ. شكرا لك أستاذ على المداخلة، وفعلا ما قلته عين الصواب فيما يخص خاصة الترجمة. فسابقا كانت حتى الترجمات تكون باللغة العربية الفصحى، لكن مؤخرا صارت الترجمات حتى الترجمات باللغة العامية، وهذا فعلا يؤثر بشكل أو بآخر، يؤثر على المكتسبات اللغوية للمشاهدين الذين يعتبرون من يعني يمثلون المجتمع. شكرا لك أستاذ، شكرا جزيلا لك، شكرا لكل الحضور الكرام دكاترة الأفاضل. وصلنا إلى ختام جلستنا، بارك الله فيكم ودمتم متألقين، مزيدا من النجاحات لكم ولأسرة جامعة سليمان الدولية وكل القائمين وكل الأطراف المنظمين بهكذا مؤتمر ومحفل دولي ثري. نشكر لكم مداخلاتكم الجميلة والثرية، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم.